يشترك، يفعل الجرس، ويعمل لي لايك. فنتكلم فيه عن أفضل 3 درامات آسيوية ممكن تستمتعوا بمشاهدتهم. صيني بقى على كوري على تايلاندي. هي الدراما التايلاندي في القانون، من عدد حلقات الدراما 15، البلد المنتجة وهي تايلاند، وكانت سنة إنتاج 2020. أما نوع دراما زوجي في القانون فبيتصنف رومانسي كوميدي درامي. تصل بالدور أحداثها حوالين بنت يتيمة اتربت من غير أم، وبتاخدها صديقة أمها، بتتبناها، تعيش معاها، وبتقع في حب ابنها، وبتتمنى إنها تتجوزه، لكن هو مش بيبادلها نفس الشعور وبيتنمر عليها، اللي هو هتجوزك يعني هتجوزك، مش ليك دعوة أنت. بتجبره الظروف إن هو يتجوزها. مفيهاش أبدا الزوجة المثالية ليه. يا ترى هيقع في حبها ولا هينتهي؟ ده اللي هنعرفه مع أحداث الدراما. دراما معانا، وهي دراما القط الخيالي. البلد المنتجة كوريا الجنوبية. عدد حلقات الدراما تصنف نوعها رومانسي كوميدي خيالي. دراما القط الخيالي كانت سنة 2015، عن شاب وقط بيعيشوا مع بعض وعندهم آلام وندوب من الماضي، بيحاولوا يضعوا بعضهم ببعض. ما معنا وهي الدراما الصيني سيدات الفريدة. فريدة، عدد حلقات الدراما 12 حلقة. البلد المنتجة وهي الصين. صنف رومانسي كوميدي تاريخي أكشن خيالي. أما سنة إنتاج الدراما كانت سنة 2019. البنت محظوظة جدا، فجأة بتلاقي نفسها جوه اللعبة، وفي اللعبة دي بتكون بنت رئيس الوزراء. من الشخصيات المختلفة، الرجالة الجميلة دي اللي هو يا بنت المحظوظة، بتقابل إله السيف والأمير المتكبر، والشخص شخصية الإمبراطورية، وكمان بتقابل الأمير اللعوب. اللعبة بتجبرها إنها لازم تلاقي الحب الحقيقي للعالم بتاعها، بتتجوز أكتر شخصية هي بتكرهها فيهم. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه مع أحداث الدراما. تقارير عن الأفلام والمسلسلات الكوري فالقناة دي هتعجبكم جدا، قناة ما يستحق المشاهدة. تقدروا تلاقوهم على موقع ماي دراما، هسيب لكم اللينك بتاع الموقع تحت. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا لي لايك.